مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بيكم متابعينا في روع بيانو. النهارده هنقدم عود لعلي خليفه السوري وهنسمع صوته مع الفنان الجميل عاطف. أنت فنان، أعتقد إن العود ده عايز طقم أوتار، طقم أوتار نضيف، وعايز العف يعلى سنة؟ لا مش مشكلة العف، بس هو جميل يعني هو مرتاح. صوته كويس. صوته مرتاح.